اللاعبين قبل بداية المباراة، والتشجيع طبعا من الجمهور بيزداد أكتر وأكتر قبل بداية المباراة. نتمنى طبعا نشوف مباراة قوية تليق يعني بحماس الجماهير. الحكام التانيين بقى او الحكام بيقدموا هو من المذيعة الداخلية حكام المباراة النهاردة، اتمنى لهم التوفيق. طبعا نجيب شوية حاجات مع ترابيزة التحكيم. وتقديم اللاعبات هنشوفه دلوقتي. طبعا قبل المباراه بيبقى فيه كده مراسم لازم اللاعبات يسلموا على بعض كنوع من الروح الرياضيه. تقديم اهو اللاعبات، اللاعيبه اللي قدامنا دلوقتي اللاعبة آية حمدي، وادي اللاعبات اللي هيبتدوا السداسي اللي هيبتدي في المباراة. اللاعبة آية حمدي، اللاعبة رقم 12 فريدة أحمد، عندنا اللاعبة رقم 7 الليبرو مريم مصطفى، اللاعبة رقم 5 كاترينا تيسنكوفا، واللاعبة رقم 9 فاروق محمد، ولاعبات نادي سبورتنج. شايفين اللاعبة الليبرو سارة طارق، اللاعبة رقم 3 لينا طارق، اللاعبة رقم 20 فرحة محمد، واللاعبة رقم 8 سلمى عصام، واللاعبة رقم 17 مي محمد، واللعبة 13 ليلى محمد. هنبتدي المباراة، هنشوف الإرسال مع مين. ولا اللاعبات كده بيهدوا الجمهور في كده. نتمنى ربنا يرحمه ان شاء الله ونقف دقيقه احداد على وفاته، او في دقيقه احداد، في دقيقه احداد على رئيس لجنه المسابقات. شكرا. انتهت الدقيقه احداد وهنبتدي المباراة. يبدأ بقى اللاعبات توزع كده على الأماكن بتاعتهم في الملعب. طول عربية 19 للأندية العربية السيدات لكرة الطائرة اللي بينظمها الاتحاد العربي للكرة الطائرة. بدأت تتجهز اللاعبات أهو في انتظار الإرسال. تشجيع يعني غير منقطع من جمهور النادي الاهلي الوفي. الارسال مع النادي الاهلي مع اللاعبه شروق محمد بدايه المباراه.
اللاعبه شروق محمد، هل هتلعب ارسال ساحق ولا ارسال قصير؟ هنشوف دلوقتي. وادي لاعبات حائط الصد، الحكم ادى صفاره البدايه، وادي الارسال، استقبال من لاعبات نادي سبورتنج وتحضير، وادي غير موفق كده، الضربه في الداخل ولكن الكره ترجع تاني من نادي سبورتنج النادي الاهلي، التحضير للهجمه وساحقه ولكن حائط الصد، ترجع تاني للنادي الاهلي وتحضير تاني، حائط الصد ناجح من نادي سبورتنج، وادي التحضير وحائط الصد تاني، ويا سلام، واول نقطه في المباراه لمصلحه النادي الاهلي تيجي في ايد كده اللاعبه رقم 8 من نادي سبورتنج سلمى عصام، وتخرج خارج الملعب وتبقى النتيجه 1-0 للاهلي. وادي على طول الارسال الطويل واطول من اللازم من لاعبه نادي الاهلي، وتبقى النتيجه 1-1 التعادل بين الفريقين. ارسال مع نادي سبورتنج مع اللاعبه ندى محمد، تلعب ارسال تحضير ساحقه، وادي تخبط برضو في لاعبات حائط الصد من نادي سبورتنج وتخرج خارج الخطوط، وتبقى النتيجه 2-1 واحتفال لاعبات الاهلي. حائط الصد اهو اي حمدي ونور الله ياسين، هتلعب الارسال نهله سامح، نهله وخارج الخطوط مره ثانيه، وتبقى النتيجه 2-2 التعادل الثاني بين الفريقين 2-2. الارسال، استقبال من لعيبة النادي الاهلي، ضرب الكوره، وادي ضربه ساحقه كده، والتقدم لمصلحه نادي سبورتنج 3-2 في المباراه. التحضير، وادي اهو الساحقه، وتخبط كده ما بين اللاعبتين الحائط الصد وتتسجل نقطه. الارسال، تستقبلها وتحضير لاعبات النادي الاهلي، وادي ساحقه، وادي تخبط الارض كده وتتسجل النقطه الثالثه 3-3 اهو. الضربه الساحقه من اللاعبه رقم 9 شروق محمد، تلعب الارسال للاعبه نور الله ياسين، ارسال طويل، وادي على طول تتسجل النقطه لمصلحه النادي الاهلي، و4-3 تخبط في ايد كده لاعبه نادي سبورتنج ساره طارق وتخرج بره الخطوط، تبقى النتيجه 4-3 لارسال النادي الاهلي، وادي على طول تتسجل داخل الملعب، ويبقى 5-3 لمصلحه الاهلي. نور الله ياسين، تلعب الارسال، وادي استقبال خاطئ من لاعبه نادي سبورتنج، تبقى النتيجه 6-3. استقبال خاطئ من لاعبه رقم 20 فرحه محمد لاعبه نادي سبورتنج، هتلعب نور الله ياسين، نور الله ياسين والارسال، ولكن تخبط كده في الشبكه، تبقى نقطه لمصلحه نادي سبورتنج، تبقى النتيجه 6-4. ده من اللعيبه آية حمد، ارسال نادي سبورتنج سلمى عصام، تلعب الارسال، استقبله لاعبات النادي الاهلي، وادي التحضير وساحقه، ولكن ترجع النادي سبورتنج، والتحضير وساحقه، وتخبط في ايد كده لاعبات الاهلي ولا ايه؟ لا، تتسجل وتحتسب لمصلحه النادي الاهلي 7-4، خبطت في الشبكه ودخلت، ده كده من الاخطاء. وادي على طول استقبال خاطئ برضو من لاعبات نادي سبورتنج من اللاعبه رقم 5 ندى محمد، وتتسجل النقطه الثامنه، وادي على طول الوقت المستقطع الفني الاول في المباراه، فين طبعا بعد النقطه الثامنه بيبقى في وقت مستقطع، بيبقى من حق الفريق
او الفريقين 8-4 لمصلحه النادي الاهلي على نادي اسكندريه الرياضي نادي سبورتنج. هل المباراه هتبقى من جانب واحد وتنتهي 3-0 في الاشواط طبعا لاحد الفريقين، ام انها هتبقى سجال لحد النهايه وهتنتهي 3-2 في الاشواط؟ يرجع لاعبات الفريقين لارض الملعب. 30 ثانيه مده الوقت المستقطع ده. آية حمدي تلعب الارسال، استقبال من لاعبات نادي سبورتنج، تحضير ولعب كده ساحقه او يعني كانت لعبه سهله ولكن ما تقدرش ان هي تستقبلها او خانت لعبه النادي الاهلي في استقبالها، تبقى النتيجه 8-5 لمصلحه النادي الاهلي. تحضير ساحقه وخارج الملعب، خارج الملعب 8-6 لمصلحه النادي الاهلي. اللاعبه آية حمدي ولا اللاعبه كاترينا سيسنكوفا هي اللي ضيعت الكره اللي فاتت، وادي الاستقبال برضو الخاطئ من اللاعبه رقم 7 مريم مصطفى من ليبرو النادي الاهلي. تبقى النتيجة 8-7. الإرسال أو السيرف مع سبورتنج، استقبال من الأهلي وأدي ساحقة وأول نقطة للنادي الأهلي يعني من حوالي 5 دقايق النادي الأهلي يسجل 9-7. سيسنكوفا تلعب الارسال، استقبال من لاعبات سبورتنج، تحضير وادي الضربه الساحقه ولكن استقبال من لاعبه الاهلي تطول منها وتبقى خارج الخطوط. و9 8 لمصلحه النادي الاهلي، نقطه النادي سبورتنج اهو، استقبال خاطئ كده طولت منها. فرحه محمد هتلعب ارسال سبورتنج، سيسنكوفا تستقبلها وادي التهيئه كده وعلى طول ضربه ساحقه بتسجلها اللاعبه رقم 17 او رقم 18 من النادي الاهلي كده رنا ياسر. تلعب الارسال فريده احمد، استقبال وتحضير وادي ضرب ولكن تستقبلها لاعبات الاهلي، وادي تاني تحضير الكرة كده ما بين ايدين اللاعبتين وتنزل في الاخر في ارض ملعب النادي الاهلي وتبقى النتيجه 10-9 لمصلحه النادي الاهلي، نقطه لمصلحه سبورتنج. الارسال، استقبال من لاعبات الاهلي، تحضير وادي على طول كده جميله وسهله جدا خادعه، الضربه دي خادعه لدفاعات نادي سبورتنج اهو خادعه وتبقى النتيجه 11-9 لمصلحه النادي الاهلي. شروق محمد تلعب الارسال، استقبال من لاعبات سبورتنج والتحضير والساحقه ولكن حائط الصد والتحضير مره ثانيه وحائط الصد، يا سلام من لاعبات النادي الاهلي، حائط الصد الامين آية حمدي ونور الله ياسين، ادي اهو تخبط الكرة نور الله ياسين وتتسجل وتبقى النقطة 12 لمصلحة الأهلي 9 لسبورتنج. شروق تلعب الإرسال، استقبال من لاعبات سبورتنج، وادي خبطوا ببعض كده اللاعبتين، لازم يبقى في تنسيق بين اللاعبين، وادي على طول الساحقة من اللاعبة آية حمدي وتخبط في إيد لاعبة نادي سبورتنج وتخرج خارج الملعب وتبقى النتيجة 13-9. تخبط في اللعبه ليلي محمد، تبقى النتيجه 13-9 لمصلحه النادي الاهلي. الارسال ولكن الحكم بيطلب كده ان الارسال يتلعب تاني، استقبلها لعبه
سبورتنج والتحضير وادي الساحقة، ولكن تخبط في الشبكة أو تيجي في الشبكة وتتسجل النقطة الرابعة عشر لمصلحة نادي النادي الأهلي. شايف يمكن لاعبات نادي سبورتنج التحضير بيبقى من بعيد قوي، حتى ضرب الساحق من بعيد، وده اللي شفناه حصل في الكرة الماضية. والوقت المستقطع اللي بيطلبه المدير الفني للنادي سبورتنج محمد صلاح الدين ينقذ ما يمكن إنقاذه في لعبات النادي سبورتنج. ترجع اللعبات لأرض الملعب والإرسال مع اللاعبة. شروق محمد لاعبة النادي الأهلي، لاعبة رقم 9 شروق، استقبلها لاعبة سبورتنج وادي التحضير والساحقة، ولكن وفق لاعبة الأهلي في الاستقبال والساحقة من لاعبة النادي الأهلي، ولكن تخرج الكرة بره الملعب 14-10 لمصلحة الأهلي. استقبال سبورتنج ندى محمد، استقبل الكرة تسنكوفا، ولكن تخرج بره الملعب، يبقى النتيجة 14-11. استفاقة كده في صفوف نادي سبورتنج أو في نقط نادي سبورتنج، سجلوا نقطتين كده ورا بعض. لعوبة الكرة استقبال تحضير وساحقة، وادي تخبط كده في حائط الصد ولاعبات سبورتنج وتتسجل النقطة 15 للنادي الأهلي. 15-11 أربع نقاط لمصلحة النادي الأهلي. نهلة سامح تلعب الإرسال، استقبال لاعبة سبورتنج وادي التحضير والساحقة وتتسجل النقطة ال 12 للنادي سبورتنج. 15-12 اللاعبه رقم 3 لينا طارق، الارسال لسبورتنج، استقبال من الاهلي والتحضير، ويا سلام على الكوره الجميله دي خادعه وتتسجل لمصلحه النادي الاهلي. وادي هي مره ثانيه من اللاعبه رقم 3 نور الله ياسين. وقت مستقطع لوبو الكابتن عند الصافي اللعبات في ارض الملعب، لعبات نادي اسكندريه الرياضي سبورتنج. سبورتنج اللي حل في المركز الثالث الدوري العام السنه الماضيه او الموسم الماضي، ان الاهلي فاز بالدوري، الثاني كان نادي الشمس والثالث نادي سبورتنج، لكن الشمس اعتذر عن حضور البطوله دي. وادي على طول كره مع نادي سبورتنج، استقبلها لعبه الاهلي وادي سيسنكوفا، ترجع الكوره نادي سبورتنج تاني، التحضير وادي الساحقه وتتسجل على طول لمصلحه نادي سبورتنج. نتيجه 16-13. سلمى عصام اللي سجلت النقطه تلعب الارسال، استقبال خاطئ كده، ولكن لا الحكم يحسبها لمصلحه النادي اسكندريه الرياضي سبورتنج. تبقى النتيجه 16-14 اهو تخبط في الشبكه. تبقى النتيجه 16-14. ده المعصوم
يلعب الارسال وادي على طول استقبال خاطئ تاني من لعيبه النادي الاهلي، وتبقى النتيجه 16 15 خلص الفارق نقطه واحده. استقبال كان خاطئ من اللعيبه رقم 8 في النادي الاهلي نهله سامح، سلمى تلعب الارسال استقبال من النادي الاهلي وادي على طول ساحقه، ولكن تلحقها لاعبات نادي سبورتنج كده وهي يعني الحظ يقف جنبهم وتتسجل الكوره. نقطه لمصلحه نادي سبورتنج، وادي هي مره ثانيه الاستقبال الناجح من سبورتنج، وتبقى النتيجه 16 16. وادي الجماهير بقى بدات العب يا اهلي العب يا اهلي، حسوا ان المباراه بدات تتسحب كده شويه، ولكن على طول اهو الارسال طويل زياده عن اللزوم من لاعبات سبورتنج وتتسجل النتيجه او النقطه، وتبقى 17 16 للنادي الاهلي. الارسال خادعه كده ولكن دفاع الاهلي فايق لها، وادي استقبال تاني من لاعبات سبورتنج والتحضير والضرب، ولكن الكره ترجع لنادي سبورتنج تاني، وادي الارسال والاهلي ضربه ساحقه وتسجل النقطه رقم 18 18 16 لمصلحه النادي الاهلي. اهي اللاعبه كاترينا ساسنكوفا اللاعبه الاوكرانيه بتسجل النقطه 18 للاهلي. آية حمدي تلعب الإرسال استقبلوا لاعبات سبورتنج، تحضير وادي على طول كده تخبط الكرة في الشبكة وتنزل في أرض نادي سبورتنج، تبقى النتيجة 19 16. الإرسال ولكن طويل، هل الحكم هنشوف حسبه إيه؟ في اعتراض كده من لاعبات سبورتنج، واضح ان هي لمست داخل ارض ملعب نادي سبورتنج قبل ما تخرج، وادي 20 16 لمصلحه النادي الاهلي. الارسال استقبال من لاعبات سبورتنج والتحضير وادي الساحقه، وادي تتسجل لمصلحه النادي الاهلي وتبقى 20 16. ولا ايه هنشوف في الاعاده اهي، هل لمصلحه الاهلي ولا سبورتنج؟ في وقت المستقطع 21 16 اهي الكره لمصلحه، احتسبت فعلا لمصلحه النادي الاهلي 21 16 وقت مستقطع لمصلحه النادي الاهلي. توجيهات من كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق. الناحيه الثانيه كابتن محمد صلاح الدين المدير الفني لنادي سبورتنج. والارسال آية حمدي استقبال لعيبه سبورتنج والتحضير، وادي ضربه ساحقه وادي يعني تتسجل لمصلحه لاعبات نادي سبورتنج، تبقى 21 17. ودي مره ثانيه لاعبتين النادي الاهلي كده اعتمدوا على بعض في استقبال الكوره، وادي الضرب الساحق ولكن الكوره بتضيع، كانت سهله ترجع لنادي سبورتنج. استقبال والتحضير وسيسنكوفا وعلى طول ضرب ساحق تخبط في ايد لعيبه سبورتنج وتخرج خارج ارض الملعب، وتبقى النتيجه 22 17. تخبط في ايد لعيبه رقم 14 هدير محمد ليبرو نادي سبورتنج وتخرج بره. سيسنكوفا تلعب كده الارسال ولكن يخرج منها بره أرض ملعب نادي سبورتنج 22 18 أربع نقاط فارق، ولسه إحنا في الشوط الأول من المباراة. فرحة محمد تلعب الإرسال استقبال من لعبة الأهلي والتحضير، وادي الضرب كده ولكن سهلة استقبال من لعبة سبورتنج، وادي تحضير من الأهلي ضربة ساحقة، وادي حائط الصد اللاعبه رقم 12 فريده احمد تلحق الكوره كده وتضربها بايديها
وتسجلها اهو قبل ما لعبت نادي سبورتنج تضرب الكوره، انما هي لحقت الكوره وسجلتها نقطه. 23-18 الارسال استقبال من سبورتنج والتحضير، وادي الضرب الساحق ولكن تلحق لاعيبه النادي الاهلي، وادي الضرب الساحق الثاني ولكن حائط الصد، وادي مره ثانيه حائط صد نادي سبورتنج، وترجع الكوره لسبورتنج ولا ايه، ولكن اكتسب الكوره لمصلحه النادي الاهلي. تبقى النتيجه 24-18 لاعيبه نادي سبورتنج كده لمست الشبكه. ريدة أحمد تلعب الإرسال، هل الماتش بوينت ولا إيه؟ هنشوف. استقبال من لاعبة نادي سبورتنج، ضرب الساحق بتلحقها آية، وادي التحضير بترجعها تاني لأرض سبورتنج، وادي على طول سهلة كده يعني جميلة، كرة فنية جميلة من لاعبة نادي سبورتنج لعبة رقم 18 يمنى محمد، لحقت الكورة وسجلتها النقطة رقم 19. 24-19 ليلي تلعب الإرسال واستقبال خاطئ من اللاعبة الأوكرانية كاترينا سيسنكوفا، تخرج الكرة خارج الملعب وتبقى النتيجة 24-20 لمصلحة النادي الأهلي. الإرسال استقبال من لاعبات الأهلي، وادي ضرب الساحق ولكن سهلة لاعبات سبورتنج، ضرب الساحق من سبورتنج، وادي على طول خارج خطوط الملعب وتبقى النتيجة 25-20 وانتهي الشوط الأول بفوز النادي الأهلي 25-20 على نادي اسكندرية الرياضي سبورتنج. كان شوط متقارب نسبيا بين الفريقين، وادي تغيير بقى الأماكن أماكن جلوس اللاعبات، الوقت المستقطع طويل شويه اللي ما بين الاشواط. وفي انتظار بدايه الشوط الثاني. نزل اللاعبات لأرض الملعب، تمهيدا كده لبداية الشوط الثاني
من مباراه النادي الاهلي ونادي اسكندريه الرياضي سبورتنج. الشوط الاول انتهى 25-20 لمصلحه النادي الاهلي، 1-0 في الاشواط للاهلي على سبورتنج. ده من اللاعبة فريدة أحمد لاعبة نادي سبورتنج، ده لاعبة النادي الأهلي عفوا. بداية التشجيع تاني من الجماهير الوفية للنادي الأهلي. الإرسال الشوط الأول كان مع النادي الأهلي، بل إرسال الشوط الثاني مع نادي سبورتنج. اللعيبه رقم 13 ليلي محمد هتلعب الارسال، استقبال من لعبات الاهلي، وادي ضرب الساحق من اللعيبه رقم 8 نهله سامح، ولكن ترد لسبورتنج يرجع تاني للاهلي، استقبال من سبورتنج، وادي ضرب الساحق وتيجي كده بحائط صد النادي الاهلي، تنزل في أرض ملعبهم وتبقى النتيجة 1-0 لسبورتنج. استقبال من لعبة الأهلي، بعد التحضير رجع الكورة لأرض ملعب نادي سبورتنج، واستقبال وتحضير وادي ساحقة، ولكن استقبلها لعبات النادي الأهلي وساحقة من سبورتنج، تلحقها لعبات الأهلي، ولكن يعني استقبال ناجح من لعبة سبورتنج، بتسجل الكرة نقطة لمصلحة النادي اسكندرية الرياضي سبورتنج في أرض ملعب الأهلي. 2-0 لسبورتنج، استقبال وتحضير من الأهلي، وادي ضربة ساحقة من نهلة سامح، ولكن تلحقها لعيبة سبورتنج، ترجع الكرة للأهلي، وادي على طول ساحقة من اللعبة رقم 3 نور الله ياسين، وتسجل النقطة الأولى. شروق محمد الإرسال، استقبال من سبورتنج، تحضير وضربة ساحقة، ولكن يجي كده في حائط صد النادي الأهلي، وتتسجل نقطة لمصلحة نادي سبورتنج 3-1. الإرسال، استقبال وتحضير، وادي على طول ساحقة من اللاعبة رقم 1 آية حمدي، وبتسجل النقطة وتبقى 3-2 لمصلحة سبورتنج. الإرسال، استقبال من سبورتنج، وادي على طول كده الاستقبال تطول من لاعبة سبورتنج، وتقابلها على طول بضربة ساحقة لاعبة النادي الأهلي، لاعبة رقم 3 نور الله ياسين، وتسجل النقطة ويبقى التعادل 3-3. استقبال وتحضير، وادي تلحقها لاعبة النادي الأهلي، ولكن الحكم حسبها كده النقطة الرابعة لسبورتنج بسبب ان هي جت في الشبكة. ثلاثة لسبورتنج، ارسال من اللاعبة ليلي، ولكن تسجل النقطة للنادي الأهلي 4-4. عادي اهو الضرب الساحق والاستقبال الخاطئ كده تيجي في الشبكة وتخرج خارج، او تيجي في الشبكة وتنزل في الأرض، حسب نقطة، وادي على طول اهو الارسال الخاطئ من لاعبة النادي الأهلي نور الله ياسين، تبقى النتيجة 5-4. شايف اللاعبة مريم مصطفى تنزل في صفوف النادي الأهلي، سلمى عصام تلعب الإرسال لنادي سبورتنج، وتيجي في الشبكة وتتسجل النقطة الخامسة للنادي الأهلي، 5-5، 20 نقطة نقطة.
الارسال، قوي الارسال، وتيجي في ايد كده لعبه نادي سبورتنج وتخرج خارج الملعب وتبقى النقطه 6-5 للاهلي. ايه حمدي لعبه ارسال صاحب قوي ارسال ايس. ايه حمدي تلعب الارسال تاني استقبال من لعبه سبورتنج، وادي التحضير وادي الساحقه، ولكن تطول الكوره وتخرج خارج الخطوط وتبقى 7-5 لمصلحه النادي الاهلي. هي مره تانيه تحضير كان اطول من اللازم، وادي الارسال تيجي في الشبكه لكن تلحقها لعبات نادي سبورتنج، استقبال ناجح من لعبات النادي الاهلي، وادي التحضير وادي ضرب الساحق، ولكن كده ما تلحقهاش لعبه نادي سبورتنج اوت، تستقبلها استقبال خاطئ وتتسجل النقطه الثامنه، ويبقى الوقت المستقطع الفني لمصلحه النادي الاهلي. شوف الاعداد، تابع الوقت المستقطع ونكمل المباراه. ترجع اللعبات تاني الارض الملعب. هي حمدي هتلعب الارسال، استقبلها لعبات سبورتنج، وادي ضرب كده كانت سهله قوي زياده عن اللزوم لدرجه تيجي في الشبكه وتتسجل النقطه التاسعه لمصلحه النادي الاهلي. المباراه كانت ماشيه نقطه نقطه لحد كده ما فتح النادي الاهلي في النقاط 9-5، وادي الكوره هو داخل الارض ولا خارج هنشوف حكم حسبها ايه. واضح كده ان هي اتحسبت لمصلحه النادي الاهلي 10-5. والارسال من ايه حمدي، استقبال من لاعبات نادي سبورتنج، رجع الكوره للنادي الاهلي، وادي الاستقبال والتحضير، وادي على طول الضربه الساحقه من كاترينا سيسنكوفا وبتسجل النقطة رقم 11-5 لمصلحة النادي الأهلي. والوقت المستقطع كده اللي بيطلبه المدير الفني نادي سبورتنج كابتن محمد صلاح الدين. الارسال هتلعبه اللعبة ايه حمدي، استقبال من لعيبه نادي سبورتنج والتحضير، وادي الضرب كده ولكن الكره ترجع للنادي الاهلي وسيسنكوفا، وضرب ساحق وتخبط كده في لعيبه من لعبات نادي سبورتنج وتخرج خارج الخطوط. وادي اهو او دي اللعبه فريده احمد لعيبه النادي الاهلي، سجل النقطه رقم 12، بدا الفارق يفتح، ولكن اللعبه ايه حمدي تلعب الارسال اقوى من اللازم، تبقى النتيجة 12-6 لمصلحة النادي الأهلي. أول نقطة نادي سبورتنج من فترة. الإرسال مع اللاعبة لينا طارق، ولكن إرسال برضو أقوى من اللازم، وترجع الكرة للنادي الأهلي وتبقى النتيجة 13-6.
سيرينا سيسنكوفا تلعب الارسال، استقبلها لاعبه نادي سبورتنج والتحضير ودي الضرب الساحق، ولكن حائط الصد وتمشي الكره كده على الشبكه وتقع في ارض ملعب النادي الاهلي وتبقى النتيجه 13-7. اهي مره تانية لعب الحظ دور كبير قوي في الكره دي، حاولت اللاعبه رقم 8 نهله سامح ان هي تلحق الكره، ولكن الكره اسرع منها وتخبط او تنزل في الارض قبل ما هي تلحقها. فرحه محمد تلعب الارسال، ولكن كده استقبال خاطئ وتبقى النقطه رقم 8 لمصلحه نادي سبورتنج 13-8. فرحه محمد الارسال، ولكن اطول من اللازم، تبقى النتيجه 14-8 لمصلحه النادي الاهلي. شايف آية حمدي بتخرج من الملعب، شوف مين نازل في مكانها، تلعب فريدة أحمد الإرسال، إرسال قوي من فريدة، استقبال ولكن ترجع الكرة للنادي الأهلي، لعبة كده باستهتار شوية ولكن ترجع مرة تانية للأهلي. كريسنكوفا ترجع الكرة لسبورتنج التحضير، ولكن يعني لعبة خاطئة كده، يمكن لاعبه نادي سبورتنج حسستني ان هي تلعب الكوره عشان تخلص منها اللاعبه ليلى او ليلي محمد. 15-8 لمصلحه النادي الاهلي. فريده احمد تلعب الارسال، استقبال من لاعبه سبورتنج، ولكن استقبال كده اطول من اللازم، ولكن لاعبه سبورتنج بتسجل النقطة. هذه اللعبة اللي قدامنا نرمين إبراهيم هي اللي ضيعت الكرة اللي فاتت أو هي اللي سجلت، تعتبر النقطة لمصلحة نادي سبورتنج. الإرسال، استقبال من لاعبات الأهلي، وادي تخبط كده لاعبة النادي الأهلي في الشبكة، دي هتيجي في الشبكة قبل ما تلعب الكرة وتبقى النتيجة 15-10 أو إيديها عدت الشبكة 15-10 للنادي الأهلي. وادي الضرب الساحق، ولكن تلحقها لعبة سبورتنج، وادي على طول تمد إيديها كده نهلة سامح تلحق الكورة وتسجلها النقطة 16 لمصلحة النادي الأهلي. وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني لنادي سبورتنج محمد صلاح الدين. النتيجة 16-10 لمصلحة النادي الأهلي. الوقت المستقطع، ترجع اللعبات لارض الملعب، تشجيع جمهور وفي جمهور النادي الاهلي. وادي 13 ليلى محمد تخرج وتنزل فندق السيد. شروق محمد تلعب الارسال، استقبال من لعبة سبورتنج، وادي التحضير، كرة ترجع للنادي الاهلي، الكرة كانت ضعيفة، وادي ضرب الساحق مرة تانية، وادي سهلة كده وجميلة هو ضربة كده مخادعة للكرة، تبقى النتيجة 17-10 مرة تانية. 17-10 لمصلحة النادي الاهلي. الارسال شروق، وادي استقبال كده اطول من لازم من نادي سبورتنج وضرب ساحق، ترجع تاني النادي سبورتنج، لكن يرجعوها للنادي الاهلي. وادي التحضير والضرب الساحق القوي من اللاعبه رقم 13 لرمين ابراهيم لاعبه النادي الاهلي، وتبقى النتيجه 18-10.
شروق محمد، الارسال، استقبال من لعبة سبورتنج، تحضير، وادي الضرب كده ولكن سهله تلحقها لعبة الاهلي، وادي التحضير والضرب الساحق ولكن تلحق تاني النادي الاهلي والضرب الساحق تاني، ولكن هنشوف الحكم حسبها ايه. في اعتراض كده من لعبة النادي الاهلي وتحذير من الحكم، الحكم حسبها لمين؟ هنشوف. واضح ان اتحسب لنادي سبورتنج. ادي 18 11، ادي مره ثانيه. استقبال من لعبات الاهلي، تحضير، وادي اللاعبه ايه حمدي اللي نزلت تاني لارض الملعب، وادي ضرب الساحق وتتسجل على طول النقطه لمصلحه نادي سبورتنج. 18 12، كده سيسن كوفر الكورة تسجل النقطة ال 12 لسبورتنج، فرق 6 نقاط، تخبط في الشبكة الإرسال، ترجع للنادي الأهلي، وأدي آية حمدي وكورة تبقى خارج الخطوط ولا إيه؟ هنشوف. 19 12 ولا 18 13؟ أدي هي مرة تانية، يمكن باينة إن هي خارج الخطوط. أيوه 18 13 لمصلحة النادي الأهلي، استقبال، تحضير، ضرب الساحق، كان سهلة ترجع لنادي سبورتنج، التحضير، ضرب الساحق، حائط الصد من النادي الأهلي، تاني التحضير من بعيد، الكرة تتلعب ترجع للنادي الأهلي، وادي الضرب الساحق لكن مرة تانية ترجع لسبورتنج، كرة مع النادي الأهلي، ضرب الساحق آية حمدي ولكن مخادعة كده الكرة وتبقى 19 13 لمصلحة النادي الأهلي. الارسال من نهله سامح، استقبال من لعبة سبورتنج، التحضير، ضرب الساحق ولكن تنزل كده داخل ارض ملعب النادي الاهلي، تبقى النتيجه 19 14. منى محمد الارسال، استقبال من لعبة الاهلي، تحضير ولكن كده الضرب الساحق تيجي في الشبكة من اللاعب رقم 13 نرمين إبراهيم، هي مرة تانية، هو كان التحضير خاطئ من الأول، لعبت الكورة قصيرة شوية أقصر من اللازم. 19 15، كورة مع نادي سبورتنج ولكن تيجي في الشبكة كده وتبقى النقطة رقم 20 للنادي الأهلي. 20 15، والإرسال أطول من اللازم. 20 16، شايف اللاعبة شروق محمد تنزل لأرض الملعب، لعبة الأهلي قدامنا، اللاعبة مريم مصطفى الليبرو، سلمى عصام، الإرسال لنادي سبورتنج. 20 16، 4 نقاط فارق، وادي تيجي في الشبكة للمرة الثانية على التوالي ورا بعض النادي سبورتنج، وتبقى النتيجة 21 16 للنادي الأهلي. تلعب الارسال اللاعبه ايه حمدي، الارسال، استقبال خاطئ كده من لاعبات سبورتنج، ويعني الكوره تعدي خارج حدود ارض الملعب او خارج حدود كمان الشبكه قبل ما توصل للاعبات الاهلي، وتبقى النتيجه 22 16. في وقت مستقطع لمصلحة نادي سبورتنج وكلوب والمدير الفني محمد صلاح الدين، توجيهات هو من كابتن حمدي الصافي، النادي الأهلي مرشح فوق العادة أنه هو يفوز بالمباراة، طبعا لعوامل كتيرة منها عامل الأرض والجمهور، وده عامل مهم جدا، شايفين الجمهور اللي حرك الصخر اللي في أرض الملعب، وبرده الحافز الثاني يعني ان هو عايز يحتفظ باللقب بعد ما فاز بالبطوله الماضيه، كانت من سنه بالظبط على نفس الارض، وطبعا انه عنده لاعبات يعني ذات مهاره
عاليه. وادي نرجع للمباراه مره ثانيه، وادي الضرب الساحق ولكن خارج الملعب من لاعبات نادي سبورتنج. 23-16 لمصلحه النادي الاهلي. تلعب اللاعبه ايه حمدي، الارسال ولكن ارسال طويل، تخرج الكره خارج حدود الملعب. 23-17 لمصلحه النادي الاهلي. الارسال من لينا طارق، استقبل الكره ليبرو الاهلي، ضرب الكره كده ترجع للاعبات نادي سبورتنج مره ثانيه. سبورتنج رجع الكره للاهلي، وادي التحضير، وادي على طول الضرب الساحق من كاترينا سيسنكوفا اللي بتسجل النقطه رقم 24 لمصلحه النادي الاهلي. اهو كوره جت بطراطيف كده صوابع، حائط صد النادي اسكندريه الرياضي سبورتنج، وتتسجل النقطه رقم 24 لمصلحه النادي الاهلي. كاترينا سيسنكوفا والماتش بوينت، وادي استقبال خاطئ كده من لعيبه نادي اسكندريه الرياضي سبورتنج، وتتسجل الكره وتبقى 25-17 وينتهي زمن الشوط الثاني. فوز النادي الاهلي الشوط الثاني 25-17 وتبقى كده النتيجه 2-0 في الاشواط لمصلحه النادي الاهلي، وتغيير الاماكن مره ثانيه بين اللاعبين. يمكن النادي الاهلي بيمتلك كده لاعبات اقوياء في تشكيلته، ويمكن ابرز من ابرز اللاعبات الموجودين كده في تشكيله نادي الاهلي لعيبه شروق فؤاد او شروق محمد، اللعيبه رقم 9 شفناها كده لعبت ارسالات كتير في المباراه النهارده، كان لعيبه من اللاعبات الاقوياء في تشكيله النادي الاهلي، صنعت العاب النادي الاهلي والمنتخب الوطني. عندنا برضو اللاعبه رقم 7 مريم مصطفى، مريم مصطفى لاعبه الليبرو برضو في النادي الاهلي ومنتخب مصر، لاعبه من اقوى اللاعبات برضو في مصر في الكره الطائره. وعندنا اللاعبه نور الله ياسين لاعبه رقم 3 اللي كانت متالقه في المباراه برضو النهارده وسجلت نقاط كتير، لاعبه برضو اللي بتلعب في صفوف النادي الاهلي والمنتخب الوطني. غير كده برضو النادي الاهلي عنده اللاعبة آية حمدي لاعبة رقم 1 برضو، لاعبة حائط صد القوية، وكل الفريق لاعبات أقوياء. عندنا بكره ان شاء الله في مباراه ما بين نادي شباب السودان ونادي سبورتنج، المباراه هتقام الساعه 3 برضو على صاله استاد القاهره. وعندنا المباراه الثانيه هتبقى الساعه 5 ما بين النادي الاهلي ونادي الصفاقسي التونسي، طبعا دي مباراه نهائي مبكر للبطوله. نادي الصفاقسي النهارده فاز على مجمع البترول الجزائري، وده انذار طبعا للنادي الاهلي، ومباراه والبطوله بتقام من دوري من دور واحد بسبب ان 5 فرق بس اللي تواجدوا في البطوله. طبعا كل فوز بيفرق في المباريات. ترجع اللاعبات كده لارض الملعب لاجتماع المسجر بين اللاعبات قبل بداية الشوط، الشوط الثالث والحاسم للنادي الأهلي، ولا هل نادي سبورتنج هيرجع بالنتيجة ويبقى 2-1؟ هنشوف، يا 3-0 يا 2-1. طبعا عارفين المباراة بتنتهي بفوز إحدى الفريقين بثلاث أشواط مقابل
لا شيء. يمكن تصحيح نقول كده ان المباراة الأولى بكرة الساعة 4 والمباراة الثانية الساعة 6. المباراة الأولى هتبقى الساعة 4 ما بين شباب السودان وسبورتنج، والمباراة الثانية الساعة 6 ما بين الأهلي والصفاقسي التونسي. تحضير لبداية الشوط الثالث. هتلعب اللاعبة شروق محمد الإرسال، قدامنا اللاعبة نرمين إبراهيم وادي شروق محمد، حكم أذن لبداية المباراة. الإرسال، استقبال من لاعبة سبورتنج واستقبال خاطئ من اللاعبة رقم 6 سارة طارق. تبقى النتيجة 1-0 للنادي الأهلي. مرة تانية هو محمد الإرسال، استقبال من لاعبة نادي سبورتنج والتحضير، وادي ضرب الكورة ولكن ترجع الكورة لمصلحة النادي الأهلي، وادي سيسنكوفا ضرب ساحق ولكن على طول استقبال خاطئ وضرب خاطئ وتبقى الكورة 2-0 لمصلحة النادي الأهلي. اهو عايزة تلحق كرة لعبة النادي سبورتنج ولكن كرة تفلت منها او تقلش وتبقى النتيجة 2-0. التحضير، ضرب الساحق من لعبة النادي سبورتنج رقم 1 سندس السيد، وبتسجل النقطة الاولى لسبورتنج. ودي اللعبة 17 منى محمد، نادى محمد تلعب الإرسال، استقبال كده خاطئ من ليبرو النادي الأهلي، تبقى النتيجة 2-2. مريم مصطفى تقابل استقبال خاطئ 2-2. الإرسال، استقبال والتحضير، وادي الضرب الساحق ولكن كده تلحقها لعبة نادي سبورتنج وتخبط في الشبكة ولكن في إصابة لإحدى لاعبات نادي سبورتنج، واضح إن هي سبرين أنكل ولا إيه، هنشوف حاولة إسعافات من صديقتها، واضح إن هي نزلت على رجليها نزول خاطئ سبرين أنكل. ألف سلامة. أهو مرة تانية أهي فعلا رجليها تلوث باين. ألف سلامة طبعا، أتمنى لكل اللاعبات ألف سلامة. لكن هتكمل أهي المباراة اللاعبة مي محمد، وأدي قدامنا نرمين إبراهيم لاعبة نادي الأهلي. الإرسال، 3-2 للأهلي. تحضير، وادي ضربة ساحقة لكن ترجع لنادي سبورتنج. التحضير، وادي الإرسال ولكن أو الضربة الساحقة وتيجي كده في إيد لاعبات نادي الأهلي أو الحائط الصد وتتسجل وتبقى النتيجة 3-3. أهو ضرب الساحق و 3-3، لا 4-3، الحكم حسبها لمصلحة النادي الأهلي. سيسنكوفا، استقبال والتحضير الخاطئ كده من لاعبات نادي سبورتنج أو من اللاعبة مي محمد، تبقى النتيجة 4-2. في إصابة للاعبة لينا طارق، ألف سلامة. واضح إن هي خدت كوع كده أو الكورة جت في وشها. هذه مرة تانية، أهو اللاعبة رقم 6 سارة طارق كده خبطتها في وشها، ألف سلامة. سيسنكوفا تلعب الإرسال ولكن أطول من اللازم، تبقى النتيجة 5-2 لمصلحة أو 5-3 لمصلحة النادي الأهلي.
مي بيلعب ارسال نادي سبورتنج، استقبال والتحضير من شروق، وادي على طول بتسجل الضربه الساحقه آية حمدي، وتبقى النتيجه 6-3. وادي شايف خروج اللاعبه مي محمد كده المتاثره بالاصابه سبرين انكل، تخرج بره ارض الملعب. ادي الارسال، اللاعبه نرمين ابراهيم، تحضير ضرب صح من سبورتنج، وادي على طول حائط الصد العملاق لنادي الاهلي فريده احمد وايه حمدي او شروق محمد، تسجل النقطه السابعه. نرمين ابراهيم، استقبال وتحضير، وادي على طول ضرب ساحق، والنقطة الرابعة لمصلحة نادي سبورتنج 7-4. الضرب الساحق كده تيجي في ايد اللاعبة الأوكرانية وتخرج بره أرض الملعب. سلمى عصام، الإرسال، استقبال من سيسنكوفا، والتحضير والضرب الساحق من النادي الأهلي، ولكن استقبال من نادي سبورتنج، وادي مخادعة كده ولكن حائط الصد. وادي مرة تانية التحضير، حائط الصد برضو موجود وصاحي، وادي التحضير والضرب الساحق، حائط الصد من نادي سبورتنج، وادي ضرب الساحق تاني من النادي الأهلي، ولكن سبورتنج يصد الكورة، ترجع الكورة للنادي الأهلي، وادي الضرب الساحق تاني كورة مع نادي سبورتنج، سيسنكوفا تلحق الكورة، التحضير، ضرب الساحق، تلحق الكرة مرة تانية لاعبة النادي الأهلي، والتحضير، وادي على طول الضرب الساحق. يا سلام يا سلام، بتسجل آية حمدي النقطة التامة لمصلحة النادي الأهلي، يمكن أطول هجمة كده في عمر المباراة. الكرة قعدت متبادلة بين الفريقين فترة، وادي على طول الضرب الساحق من نادي سبورتنج، والكرة تحتسب لمصلحة النادي الأهلي. وادي اهو في اعتراض من لاعبات سبورتنج ان هي في تاتش من لاعبة الأهلي، ولكن كرة مع النادي الأهلي، ويبقى الوقت المستقطع اللي بيطلبه الكابتن حمدي الصافي، الوقت المستقطع على الفني 8-4 لمصلحة النادي الأهلي. يمكن كده الاتحاد الافريقي الكرة الطائرة اسند للنادي الاهلي اقامة البطولتين الافريقيتين للرجال والنساء السنة المقبلة ان شاء الله 2018، هتبقى البطولة الافريقية للسيدات 5 مارس 2018 ان شاء الله، وطبعا تعتبر البطولة العربية دي تحضير للاعبات النادي الاهلي للبطولة الافريقية، و بطولة الرجال هتبقى إن شاء الله 25 مارس 2018 وهيقاموا كده على صالة النادي الأهلي بالجزيرة. وادي تسجيل النقطة الخامسة لمصلحة نادي سبورتنج 8-5. 8-5 للنادي الأهلي، الإرسال، استقبال من لاعبات الأهلي، والتحضير، وادي الضرب الساحق على طول، وتسجيل النقطة التاسعة لمصلحة الأهلي 9-5. تحضير من شروق، وعلى طول ضرب الساحق من فريدة أحمد 12، اللاعب رقم 12، 9-5 لمصلحة النادي الأهلي. إرسال من نهلة سامح، استقبال من لاعبة سبورتنج، تحضير، ضرب الساحق، استقبال من لاعبة الأهلي، وادي على طول كده تخبط الكرة في الشبكة، حاولت لاعبة الأهلي تلحقها ولكن تنزل الكرة جوه أرض الملعب، وتبقى النتيجة 9-6. حاولت اللاعبة شروق إن هي تلحقها ولكن تسجل الكرة 9-6. تلعب فرحة محمد الإرسال لنادي سبورتنج،
الاستقبال والتحضير من شروق وادي على طول الضرب الساحق وتيجي الكوره كده يعني جوه الملعب بفرق سنتيمترات عن خط الاوت تبقى النتيجه 10-6. فريد احمد الارسال استقبال من لاعبه نادي سبورتنج والتحضير والضرب الساحق ولكن تلحقها لاعبه النادي الاهلي وادي على طول الضرب الساحق من ايه حمدي وحاولت تلحقها لاعبه سبورتنج اللاعبه رقم 6 ساره طارق ولكن تخرج منها الكوره اوت وتبقى النتيجه 11-6 او خارج ارض الملعب 11-6 لمصلحه النادي الاهلي. الارسال والطول من لاعبه نادي سبورتنج وتسجلها على طول اللاعبه رقم 12 فريده احمد 12-6 اهي مره ثانيه ولا اللي سجلتها اللاعبه نرمين ابراهيم. فريده احمد والارسال ولكن في وقت مستقطع كده يطلبه المدير الفني لنادي سبورتنج الكابتن محمد صلاح الدين. زمن الوقت المستقطع يرجع الفريقين لأرض الملعب سبورتنج والأهلي أو الأهلي وسبورتنج. الإرسال من فريدة أحمد تلعب الإرسال استقبال من لعبة سبورتنج تحضير رجعها لعبة سبورتنج تاني لأرض ملعب الأهلي وادي على طول ساحقة من سيسنكوفا ولكن الحقها لعبات سبورتنج ضربه ساحقه من سبورتنج الحقها لعبات الاهلي وعلى طول بتسجل النقطه رقم 13-6 لمصلحه الاهلي. اللاعبه نرمين ابراهيم طبعا المباراه بتسخن مع تشجيع الجمهور. فريده تلعب الارسال استقبال من لعبات سبورتنج ضرب ساحق استقبال من النادي الاهلي على طول يرجع الكوره لعيبه الاهلي لارض ملعب سبورتنج بدايه هجمه جديده ترجع الكوره للنادي الاهلي وضرب ساحق واستقبال خاطئ من اللاعبه رقم 5 ندى محمد من نادي سبورتنج وتبقى النتيجه 14-6 لمصلحه النادي الاهلي. فريده احمد الارسال استقبال من لاعبات سبورتنج تحضير ضرب ساحق وتيجي على طول في حائط الصد وتنزل في ارض الملعب وتبقى النتيجه 14-7 لمصلحه النادي الاهلي. سندس السيد هتلعب الارسال لاعبه نادي سبورتنج الارسال استقبال من لاعبات الاهلي تلحق الكوره ولكن خطا كده من اللاعبه سيسنكوفا تسجل النقطه رقم 8 لمصلحه نادي سبورتنج 14-8. سندس السيد ارسال ولكن استقبال خاطئ كده واللاعبات يعني تعزموا على بعض وتتسجل النقطه رقم 9 لنادي سبورتنج 14-9 للنادي الاهلي. قطع كده في تمركز اللاعبات سندس تلعب الارسال ولكن اطول من اللازم وتبقى النتيجه 15-9 لمصلحه النادي الاهلي. شروق محمد تلعب الارسال استقبال ضرب ساحق ولكن تلحقها لاعبه النادي الاهلي وادي التحضير وادي الضرب الساحق وداخل الملعب من ايه حمدي سجل النقطه رقم 16-16-9 وادي اهو برضه جوه الملعب بفرق سنتيمترات عن خارجه.
وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محمد صلاح الدين المدير الفني لنادي اسكندريه الرياضي سبورتنج. انزل اللاعبات لارض الملعب. انتهاء الوقت المستقطع. كابتن حمدي الصافي ما كانش عنده كلام كتير يقوله اللاعبات من النادي الاهلي. وادي على طول فاروق محمد تلعب الارسال. وادي استقبال خاطئ من لاعبه نادي سبورتنج وتخرج الكوره بره الملعب وتبقى 17 تسعى لمصلحة النادي الأهلي. تاني شوق محمد طالما اللاعبة الإرسال اللي بتلعبه كان ناجح وجا منه نقطة هتفضل تكمل. وادي على طول تخبط الكرة في الشبكة وتنزل في أرض نادي سبورتنج وتبقى النتيجة 18 تسعى لمصلحة النادي الأهلي. الإرسال تاني استقبال من لاعبة سبورتنج والتحضير. وادي على طول الضرب الساحق ولكن استقبال من الاهلي. ضرب ساحق تاني ترجع الكوره لنادي سبورتنج. وادي على طول حائط الصد ولكن يصد الكوره كده وتخرج خارج حدود ملعب نادي سبورتنج وتبقى النتيجه 18 10 لمصلحه النادي الاهلي. نقطه لمصلحه نادي سبورتنج. الارسال اللاعب رقم 5 ندى محمد تلعب الارسال. استقبال وادي الضرب الساحق ترجع الكوره لنادي سبورتنج. ضرب ساحق تاني وحائط الصد ينجح يصد الكوره ولكن الكوره ترجع لسبورتنج. ضرب ساحق وادي استقبال خاطئ من لاعبه النادي الاهلي الشوق محمد تبقى النتيجه 18 11 للنادي الاهلي. 7 نقاط فارق لمصلحه الاهلي. الارسال تخبط الكوره كده او يعني تلمس لاعبه النادي الاهلي وتخرج بره ولا ايه؟ هنشوف في الاعاده. لا 19 11 الكوره تخرج بره ارض الملعب. وادي الارسال وتخبط كده في الشبكه وتتسجل نقطه لمصلحه النادي الاهلي 20 11 5 نقاط تفصل النادي الاهلي عن الفوز بالشوط الثالث والمباراه. الارسال لسيسنكوفا استقبال من لعبه سبورتنج. وادي تخبط كده في الشبكه استقبال خاطئ تخبط في الشبكه وتنزل في ارض ملعب نادي سبورتنج وتبقى النتيجه 21 11 لمصلحه النادي الاهلي. الوقت المستقطع اللي بيطلبه المدير الفني نادي سبورتنج محمد صلاح الدين 21 11 للنادي الاهلي. انتهى زمن الوقت المستقطع. احتفالات بدات من جماهير النادي الاهلي. والارسال للاعبه كاترينا سيسنكوفا اللاعبه الاوكرانيه تلعب الارسال. استقبال من لاعبه سبورتنج وادي التحضير ولكن الكره ضعيفه ترجع للنادي الاهلي. والضرب الساحق من ايه حمدي وتسجل النقطه 22 22 11 ثلاث نقاط تفصل النادي الاهلي عن فوز بالمباراه. كاترين يلعب الارسال ولكن اطول من اللازم
هتبقى نقطة لمصلحة نادي سبورتنج 22-12. الإرسال وترجع الكرة للنادي الأهلي، وادي ضرب الصاحب ترجع مرة تانية، وادي التحضير، وادي آية على طول حمدي، آية حمدي بتسجل النقطة 23 لمصلحة النادي الأهلي. تحضير من شروق على طول، الإرسال أو الضرب الصاحب القوي من آية حمدي 23-12. تلعب نرمين إبراهيم، الإرسال استقبال من لاعب سبورتنج والتحضير الضرب الصاحب، ولكن حائط الصد شروق تحضير، وادي على طول بتسجل اللاعبة فريدة أحمد النقطة رقم 24. خلاص الماتش بوينت لمصلحة النادي الأهلي. نرمين إبراهيم هتلعب الإرسال، استقبال من لاعبة سبورتنج والتحضير ضرب الصاحب، ولكن تلحقها كده لاعبة النادي الأهلي فريدة، ترجع تاني النادي سبورتنج تحضير تاني وضرب الصاحب، وتخبط كده في اللاعبة شروق وتتسجل النقطة رقم 12-13 لمصلحة نادي سبورتنج 24-13. سال من سلمى عصام لاعبة سبورتنج، استقبال تحضير، ولكن نقطة لمصلحة نادي سبورتنج 24-14. تلعب تاني سلمى عصام الإرسال 24-14، استقبال تحضير، وادي على طول ضرب الصاحب، ولكن أطول من اللازم وتخرج خارج حدود ملعب النادي سبورتنج، وتبقى 24-15. سلمى عصام تلعب الإرسال، وادي خارج الملعب ومعاها وتسجل النقطة 25 لمصلحة النادي الأهلي، وانتهاء المباراة بفوز النادي الأهلي 3-0 في الأشواط على نادي اسكندرية الرياضي سبورتنج. يعني جت كده نتائج الأشواط، الشوط الأول 25-20 لمصلحة النادي الأهلي، الشوط الثاني 25-17 للنادي الأهلي، الشوط الثالث 25-15 لمصلحة النادي الأهلي. كان معاكم المعلق الرياضي أحمد علاء متولي، وإلى اللقاء في مباريات قادمة على قناة النادي الأهلي. فاتت في نفس الوقت كنا بنذيع باسكت، السنة اللي فاتت في نفس الوقت كنا بنذيع باسكت. لا البطولة كانت خلصت امبارح. الأهلي أعظم نادي في الكون.